السلام عليكم، أنا طالبة أنفال عبد الرسول. اليوم راح نحكي عن موضوع الكروكيد تيث. Is the fit in the alignment of the teeth in which the teeth are irregular alignment so that one or more teeth are out of the row of teeth advancing in front of other teeth or retracting backward. طبعا هو عيب يصير عند بعض المرضى اللي يكون سن واحد أو أكثر من سن راح يكون يخرج عن مسار الأسنان الباقية. أيضا there are many causes of this defect. عندنا الأسباب الشائعة لهذا النوع من المرض هي تكون أو من هذا الديفكت بور أورال هايجين، سوء نظافة الفم. عندنا الأيري لوز أوف البيبي تيث، طبعا هذا يكون عند الأطفال، الفقدان المبكر للأسنان عند الأطفال، عند بعض الأطفال. الموث بريسينج، التنفس من خلال الفم. الكيتينج أولد، أيضا عندنا الإكسبوجر تو الفيزيكال إنجيري. ايضا عندنا التريتمنت الشائع لهذا النوع من الديفكت هو طبعا الاورثودونتيك. عندنا هذه مجموعه من الصور اللي توضح هذا النوع من الديفكت.